استقبال حافل حظي به الأسير محمد محاجنة لدى زيارته الأولى لمسقط رأسه في جنين بعد شهرين على تنسمه عبق الحرية، حيث قضى في سجون الاحتلال 18 عاماً، واستقبل في حينه بمدينة أم الفحم التي تعيش بها عائلته. شكرا للجميع ولجميع اللي شاركوا، إن شاء الله يا رب تضل أيامنا كلياتها فرح وكلها سعادة وكلها سلام، ربنا يفرجها عليهم كلهم. أهم شيء رسالة الأسرة، الأسرة الفلسطينيين عايشين في السجون الإسرائيلية، في ناس صلها مثل كريم يونس 38 سنة، يعني عبواب الأربعين سنة، في ناس مرضى كثير، في إهمال طبي كبير، الناس هاي ضحت وبعمرها عشان فلسطين وعشان هاي الأرض الطاهرة. إن شاء الله رب العالمين بفرجها على جميع الأسرة وبرحم شهدانا وبشفي جرحانا جميعا وبحرر فلسطين الطاهرة وعاصمتها القدس بإذن الله، ربنا يفرجها عليهم جميعا. وفور وصوله جنين توجه محاجنة إلى المقبرة لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وكانت في استقباله حركة فتح وأسرى محررون من رفاق دربه ومحبيه وأصدقائه وعائلته. شعوري شيء مش معقول، يعني كنت أظن مريضة، مناسبات أظن عيط، إيه لما أروح على زيارة ما نامش ولا ندفة، بس شفته خلص كله راح. إن شاء الله يا رب كل الأهالي الأسرى يفرحوا هاي الفرحة، كلهم يروحوا لأهليهم ولأولادهم ونسوا إلى نسوان. الله يرحم كل الشهداء يا رب، يفرجها على كل الأسرى، يحرر كل السجون يا رب. تحرر محاجنة من خلف قضبان الاحتلال في فرحة منقوصة، وهو يحمل على كاهله رسائل من الأسرى والأسيرات من داخل سجون الاحتلال، داعيا إلى ضرورة الالتفاف حول قضيتهم، لا سيما المرضى منهم الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل هذا الوطن. استقبال حافل من حركة فتح إقليم جنين لأحد أبناء الحركة الأسيرة كتعبير عن الفخر والاعتزاز بصموده وتضحيات الجسام من أجل حرية أبناء شعبنا وكرامته واستقلاله. أمن بلاله، تلفزيون فلسطين، جنين.